حاشا مكتب تأجير سيارات ذا مو موقف استراحة. بعدين أساسا من ذا اللي موقف قدام استراحتنا؟ أصلا عيال السيارات دي غريبة، أول مرة أشوفها بذا. لو سمحتي. خير. هذه تبعكم السيارة؟ إيه ذي تبعنا وذي بعد تبعنا، ليش عندك؟ شايفكم تمونون واقفين قدام استراحتنا. عفوا بس المواقف باسمك؟ لا مو باسمي، بس ما تشوفين؟ الاستراحة ذي رقم 5 وذي استراحة رقم 4 استراحتنا. ما شاء الله جيران يعني. أهدى 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 منزل مبارك. أهدى أهدى خلاص أهدى. أقول الحين وش علاقة استراحتكم هنا توقفون هنا؟ وش دخلك وين نوقف؟ بعدين هذه المواقف للاستراحات كلها. يا أختي الكريمة، هو قصده أن السيارات تقف بذا. ترى بدي ولا متقدمة، مواقف السيارات شيء مقدس عندهم، مثله مثل الميزان الخاص بك، مو كل من هب ودبجة لبت. يا ابن الحلال أي دول متقدمة، أنت قافلة معك لأن سحبت عليك. يا واد لو أنا في مكانك ما أسيب الموضوع يعدي كذا، رجال كبير وشنبك فوقك. أي شنب؟ شنبك إنه شنب نامق اللي بعدنا نولينا. والله لو أحطها براسي ما تعين لخير. حطها براسك خلنا نشوف شو بتسوي. ورا ما تشرب زين لا ألطمك بقفة يدها نثر سيولك بذاك. بس أول بلا بهللة، فينك على المزمزيل زي الدجاجة قاعد. العيال وين ياسر؟ ما أدري.